وفق أحدث إحصائية لفريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري، فإن أعداد النازحين السوريين في تزايد وبلغت أكثر من 2 مليون نازح من أصل 4 ملايين يسكنون مناطق المعارضة، فيما بلغ عدد سكان المخيمات 1,200,000 شخص من بين مخيمات كثيرة، منها 282 مخيم أقيمت في أراضي زراعية ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية بسبب تفاقم أزمة كورونا. معي للحديث حول هذا الموضوع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني. أهلا بك فضل في هذه الحلقة من حقوق الناس. بداية، وضع المخيمات في تقاريركم إلى أي مدى ساهمت أزمة كورونا بزيادة الكارثة الإنسانية الموجودة أصلا في هذه المخيمات، وخاصة مخيمات النازحين في مناطق المعارضة السورية؟ كورونا يعني ساهمت بشكل يعني محدود بأزمة النازحين، يعني أضافت معاناة إضافية كبيرة، لكن الأساس بأزمة النازحين هو تشريدهم من بيوتهم. يعني لو الكورونا هي نفس موجودة، لكن هذول الناس بكل واحد بيته بمعرة النعمان، بسراقب، بخان شيخون، كانت الأزمة رح تكون أخف بعشرات المرات، وتأثير كورونا رح يكون محدود بشكل أكبر بكتير. السؤال هو إنه هذول ليش ما رجعوا؟ مو النظام سيطر، ما حدا رجع. وأيضا أكثر من 99% منهم تشردوا طلعوا، هذا هو اللي ضاعف أعداد النازحين واللي خلاها أنه هي بازدياد، وعملية أيضا خاصة وسط دخول معاناة دخول فصل الشتاء والمطر، وبالتالي هذا كل ظروف مساعدة. يعني فضل، هل تقصد أنه العام الماضي شهد أيضا زيادة موجات النزوح من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة، بدل العكس، بدل رجوع النازحين إلى بيوتهم؟ أحد رجع من بعد ما تشردوا. العام الماضي تم تشريد بس ببداية العام، بعدين وقفت الهجمات أول شهرين، تشرد أكثر من 1.2 مليون نتيجة السيطرة على معرة النعمان وما حوله وسراقب وما حوله، وأيضا ريف حلب الشمالي الغربي أجزاء منه، وبالتالي كل هذا أدى إلى موجات نزوح كثيفة جدا. هلا هدول النازحين شو اللي عم يصير؟ أيضا قسم منهم كان يحمل يعني ربما بضع يعني قسم من الأموال التي كان هو أو المدخرات التي بس هو أنفقها، ليش عم يزيدوا بالمخيمات؟ هذا أيضا السؤال الآخر، لأنه قسم منهم كان ساكن ومستأجر لكن ما صار في عودة، وبالتالي هو اضطر، ما عاد في إمكانية أنه يدفع أجار هاي البيوت، فهو اتجه للمخيمات. طيب أين الأمم المتحدة فضل؟ يعني الأمم المتحدة معظم المخيمات في الشمال هناك وصول لها عن طريق تركيا، لماذا تتقاعس عن أداء واجباتها إذن؟ يعني هم في تحجج أيضا بأنه أثرت المتبرعين ووباء كورونا، في مناطق أيضا تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وهن ما بيشتغلوا فيها، لا هن ولا المنظمات الدولية، لكن أعتقد أنه حجم الكارثة بسوريا هي كبيرة جدا، وبالتالي بحاجة إلى تسليط ضوء يعني، وبحاجة إلى مساعدات استثنائية من قبل الأمم المتحدة. ما في أي مبرر لهذا الموضوع، وأيضا نحن بدنا نتذكر أن الروس أغلقوا معبر، صار ما عاد في غير معبر واحد عبر الفيتو الروسي، وأغلقوا معبر، وأيضا هذا أدى إلى تضييق وتأخير بوصول المساعدات. الآن في تقرير لكم فضل تحدثتم عن توثيق حالات الاعتقال التعسفي. الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إنها وثقت أكثر من 1,880 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع خلال العام الماضي، وأضافت الشبكة في تقريرها أن قوات النظام احتجزت نحو 900 من حالات الاعتقال الإجمالي خلال العام الماضي. الرقم مقارنة بالأعوام الماضية، مقارنة بعدد من يعتقلهم النظام السوري، كيف تقدره فضل؟ هذا هو التقرير السنوي للاعتقال، أول تقرير، نحن طالعنا تقرير السنوي للضحايا 1734، ثلاث تقرير طبعا للاعتقال. بنلاحظ بحالة الضحايا في انخفاض كبير عن السنوات السابقة،
وإذا بنحسب نحن كمعدل وسطي فقد يكون يعني الانخفاض أكثر من 80% مع المعدل الوسطي وليس مع العام الماضي. مع العام الماضي في انخفاض 50%، مع العام اللي قبله 75%، بس إذا أخذنا الرقم الإجمالي اللي هو ربع مليون وقسمنا أخذنا رقم وسطي في انخفاض كبير. لكن أنا اللي بدي أقوله بالرغم من ذلك الحصيلة الضحايا بسوريا هي الأعلى في العالم بعمليات القتل خارج طاقة القانون. أيضا عمليات الاعتقال التعسفي هي الأعلى في العالم. السياق مهم جدا فضل، لأنه صحيح كما تفضلت بأنه أقل من الأعوام الماضية لأنه لم يكن هناك يعني جبهات مفتوحة. الآن المفترض أن هؤلاء في مناطق النظام والمعارضة كلها إما بالنزوح أو باللجوء شمال سوريا، فما الداعي لاعتقال هذا العدد؟ لأنه هو النظام تفرغ الآن بشكل متوحش أكثر لملاحقة المناطق اللي عملت مصالحات، ونحن أشرنا لهذا الشيء بالتقرير. هدول هن أغلب المعتقلين عم تكون منهم خلال كل السنة الماضية حتى والسنة اللي قبلها، بمعنى أن الروس ما ضمنوا المناطق اللي هن قالوا هاي نحن بنضمن وما بيصير شيء، لهيك صار في اعتقالات وأيضا صار في اغتيالات. وهسه هون نحن عم نحكي عن عمليات الاعتقال واللي بيتحول أغلبها لمختفين قسريا، يعني جنوب سوريا درعا وما حولها، الغوطة الشرقية، كل هاي المناطق. هلا بالغوطة مثلا أستاذ جمال شو صار؟ قسم طلع إلى الشمال تشرد على الشمال، بس في قسم بقي وراح على دمشق أو راح على هدول. النظام تلاحقهم، هذا نظام متوحش، يعني هو أي واحد ساهم بكلمة ضده هو راح يلاحقه. لهيك ما في سبيل من الخلاص من هذا السرطان إلا مواجهته وإلا يعني التخلص منه. عدا عن ذلك هو راح يلاحق كل من ساهم عشرات السنوات للقدام وينتقم منه انتقام بأقسى وأبشع الأساليب، يعني باعتقاله، بسرقة ممتلكاته، بإزلاله، وهذا اللي نحن عم نشوفه. هو وهذا هو تكتيك النظام. لهيك في حالات اعتقال مستمرة، لهيك في حالات تعذيب وقتل تحت التعذيب ما زالت مستمرة حتى الآن. شكرا جزيلا لك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.